اخواني واعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نمسي عليكم بالخير والعافيه ونحييكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الوسطى. مشاهدينا، في هالحلقه بنواكب وياكم الحمله الجديده اللي تم اطلاقها من قرابه شهر تقريبا، حمله تصحيح اوضاع مخالفات المساكن الحكوميه في اماره الشارجه ومن ضمنها المنطقه الوسطى. بنزور دائره التخطيط والمساحه وبنتعرف على الدور اللي يقومون به بالتعاون مع العديد من الجهات المعنيه بالموضوع هذا، مثل هيئه كهرباء ومياه الشارجه وبلديه الشارجه والبلديات في المنطقه. بنزورهم اليوم وبنتعرف على جهودهم في النطاق هذا وفي الجانب هذا. استمروا ويانا وتابعونا. حملة تصحيح أوضاع مخالفات البناء في المناطق السكنية جاءت ثمرة تعاون بين دائرة التخطيط والمساحة وبلدية الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وهدفت بشكل رئيسي إلى توعية الجمهور بمدى خطورة الإضافات العشوائية في الأحياء السكنية نظرا لتعارضها مع اشتراطات أنظمة البناء في الإمارة، خصوصا وأن هذه الإضافات بنيت دون أن يتم الرجوع إلى الجهات الرسمية. الخطة التي وضعت لتنفيذ الحملة جاءت بتسهيلات من شأنها أن تشجع المواطنين على التعاون والتكاتف من أجل بيئة سكنية ومعمارية مميزة، الأمر الذي من شأنه أن يرفض البنية التحتية بمساكن ومنشآت منظمة ومرخصة ذات مواصفات معمارية هندسية صحيحة. اخواننا مشاهدينا، من خلال متابعتنا للحمله هذه، حمله تصحيح اوضاع المباني السكنيه في اماره الشارجه وفي المنطقه الوسطى، نحن الحين في مكتب سعاده احمد سيف بن هيله مدير فرع المنطقه الوسطى من دائره التخطيط والمساحه. ابو سيف، بدايه مشكور على الفرصه اللي تحت لنا اياها واستضافتك لنا في المكتب. نحن بنتخبرك اول شيء عن الحمله هذه بشكل عام، يعني تخبرنا وتخبر المشاهدين بشكل عام وتفصيلي عن الحمله، اهدافها، الفكره منها، طريقه تنفيذها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أول شيء أحب أشكر تلفزيون الشارقة على هذه المبادرة وهذه التغطية الإعلامية لهذه الحملة. طبعا حملة تصحيح أوضاع المباني السكنية في المنطقة الوسطى هي امتداد للحملة، الحملة التي تقام بها دائرة التخطيط المساحة وهيئة كهرباء مياه الشارقة وبلدية الشارقة في الشارقة لتصحيح أوضاع المخالفات في المباني في المناطق السكنية. وكذلك نحن ارتئينا ان نحن نكمل هذه الحمله بتصحيح الاوضاع في المخالفات في المنطقه الوسطى، بدايه من البطايح والذيد ومليحه ومنطقه المدام. طبعا الحمله تهدف الى انها تصحيح المخالفات الموجوده القديمه وعدم وتسهيل الاجراءات. هي تصحيح الاوضاع من ناحيه جماليه المناطق السكنيه، وكذلك ناحيه متانة وقوة البناء، الملاحق هذه والبناء في المناطق السكنية، كذلك أحمال الكهرباء في المناطق السكنية، وكذلك مدى استيعاب الشبكة للكهرباء والماء كذلك يعني. نعم، زين، شو هي التبعات أو المشاكل اللي أنتم لاحظتوها أدت إلى ضرورة أنكم تقومون بالحملة هذه وتصححون الأوضاع وتفتحون المجال للكل أنه يصحح أوضاع المباني اللي عنده؟ طبعا هي عدة جهات، وجود أخطاء في البناء الموجود بدون إشراف البلدية وبدون تصريح البلدية أو بدون إشراف من جهة مختصة تختص بالبناء فيها، وجود
المقاولين العشوائيين او البناين هذا اللي يبنون لك البيوت. كذلك زياده احمال الكهرباء على المناطق السكنيه مما يعرض حياه المواطنين وحياه اللي يسكنون في البيوت هذه للخطر. كذلك الشبكه على الخدمات بشكل عام مثل الكهرباء والماء يعني. فهذا تحتاج الى الطاقه والمياه اللي تحتاجها المباني هذه، يعني كل مبنى يستوي له بدلا من طاقه معينه او خدمات تتقدم له. فعلا صحيح. زين، تنفيذ المبادره هذه او الحمله، يعني تواصلكم انتم ويا الناس، طريقه فتح المجال لهم، يعني انتم تروحون مثلا سواء كوادر او مهندسين او مساحين وغيره، يروحون يشيكون على المواقع هذه يشوفونها يفحصونها، او انكم انتم فاتحين المجال للمراجعين او المستفيدين من الحمله هذه انهم يراجعونكم في الدائره؟ نحن فاتحين مجال للمواطنين انهم يجون يراجعوننا نحن لترخيص لهم، كذلك ان نحن هذه تصحيح لاوضاع البناء وغيرها، يعني تصحيح لاوضاع المخالفات هذه ما بيكون عليه رسوم من دائره تخطيط المساحه وما بيكون عليه رسوم من البلديه. نحن بالتعاون مع بلديات المنطقه الوسطى، بلديه البطايح وبلديه بالذيد ومليحه والمدام، كل في اختصاصه، ويطلع مهندس مفتش من البلديه ومساح من دائرة التخطيط المساحة للمسح البيت هذا وكشف ما هي المخالفات، وبالتالي إعادة صياغتها لتكون قانونية ومخاطبة الكهرباء لاستيعاب هذه الأحمال. طبعا هناك نوعين من المخالفات، النوع المخالفة البسيطة الصغيرة ممكن أن البلدية أنها تحتوي أو أنها تقوم تعديله، أما بعض المباني فتحتاج أن استشاري مختص يشيك أو يتأكد من أحمال البناء، يتأكد من أحمال الكهرباء على في البيت هذا، عمل مخطط بسيط وتصديقه. إذا احتاج إذا زيادة كهرباء حمل الكهرباء، فكذلك الهيئة الاتحادية متعاون جدا معنا في هذا الموضوع. جهود كبيرة بذلت في سبيل تحقيق أهداف حملة تصحيح أوضاع مخالفات البناء في المناطق السكنية، حيث يخرج المراقبون والمهندسون ومفتشو المباني والمساحون في جولات تجوب الأحياء السكنية وغيرها من الأماكن في المنطقة الوسطى للاطلاع على سير العمل ومتابعته على أرض الواقع لتصحيح أوضاع المباني. اخواننا مشاهدينا، نحن الحين ظاهرين في جوله ميدانيه مع لجنه تصحيح اوضاع المباني الحكوميه اللي تضم في جنباتها بعض من المهندسين من تخطيط المساحه والدائره البلديه وهيئه كهرباء ومياه الشارجه كذلك، ويانا المهندس حميدي علي الكتبي نائب مدير فرع المنطقه الوسطى لتخطيط المساحه وكذلك رئيس لجنه تصحيح اوضاع المباني في المنطقه الوسطى. مهندس حميدي، شاكرين لكم الجوله هذه اللي سمحتوا لنا نشارككم ونرافقكم فيها. بدايه نحن نبغاك تخبرنا يعني طريقة التنسيق بينكم، أنتم ما شاء الله مهندس من البلدية وتخطيط المساحة والدوائر الحكومية المتعلقة وكذلك الكهرباء والمياه. طريقة التنسيق والتعاون فيما بينكم في خصوص إنجاح الحملة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تم تشكيل لجنة مكونة من مهندسين من دائرة التخطيط والمساحة وبلدية الذيت وبلديات المنطقة الوسطى بشكل عام وهيئة كهرباء ومياه الشارجة. تم تشكيل لجنة مكونة من مفتشين ومهندسين تقوم بزيارة المباني السكنية في المنطقة وحصر المخالفات الموجودة، بالإضافة لأن نحن فتحنا المجال للأهالي عن طريق وضع بروشورات وإعلانات في الجمعيات والأماكن العامة، على أساسه يقوم الشخص المراجع أو الشخص المواطن بمراجعة البلدية وتقديم طلب تصاريح للمباني هذه خلال مدة
معينة، وبالتالي سيتم من خلال الشخص اللي يتقدم في هذه المدة المحددة بتخفيض المخالفات بالنسبة له وتسهيل عملية إجراء التراخيص. وبالتالي تقوم البلدية عن طريق المفتشين بعمل الرسومات التخطيطية المطلوبة وتقديمها للتخطيط المساحة على أساس أخذ الموافقات المطلوبة للتصاريح هذه. زين، أنتم خلال جولاتكم الميدانية هذه خبرنا عن الحالات اللي تمروا بها، مثلا هل في حالات مستعصية، حالات صعبة مثلا، أو حلها يبالها وقت معين؟ يعني خبرنا أما قال يعني من جانب هندسي من الحالات اللي تمر عليكم في خلال جولاتكم الميدانية. نعم، في الحقيقة حاليا بما أن الحملة بدأت صار لها شهر تقريبا في المنطقة، فلا توجد حالات كثيرة مذكورة في نوعية المخالفات اللي واجهناها خلال الحملة التفتيشية، لكن على سبيل المثال في بعض الحالات ممكن نواجه مشاكل مثلا من ناحية المبنى نفسه، في حال أن كان المبنى هذا قد تجاوز الفترة اللي هي القانونية لها، مثل ما تقول مبنى متهالك قد يضر بالقاطنين هذه المساكن. في مشكلة أخرى اللي هي مشكلة الأحمال الكهربائية اللي ممكن نواجهها بعد عملية التفتيش في هذه المباني، بحيث أن ممكن الأحمال هذه تكون زايدة عن الحد المسموح فيه، مما يتسبب لبعض المشاكل التي قد تضر بأمن أهل المنطقة أو انفصال الكهرباء حتى عن الحي السكني بشكل كامل. زين، تعطينا المدة الزمنية يعني تقريبية لإنجاز معاملة كاملة من أول ما راجعكم المراجع أو المستفيد من الحملة هذه لين ما تخلص إجراءاته، يكون إجراءاته كلها رسمية وموثقة. نعم، في البداية يبدأ الأخ المراجع أو الأخ المواطن الذي لديه مبنى مخالف في مسكنه بتقديم المعاملة أو الطلب لدى الإخوان في القسم الفني في البلدية. بعد ذلك يقوم المفتش بعمل الرسومات التخطيطية وزيارة ميدانية للمسكن لرفع الأبعاد الخاصة بالمبنى هذا. بعد أن يقوم بعملية رسم المخططات يقوم القسم الفني بمراجعة التخطيط والمساحة قسم التخطيط لأخذ الموافقات النهائية على الموضوع وأخذ تصاريح المرجوة. زين، في بعض الحالات طبعا الحمله هذه اكثريتها يعني نشاطاتها داخليه، مثلا داخل الحوي يكون مثلا باني ملحق او غرف او غيره. في حال المخالفات الخارجيه تكون برا الحوي مثلا، سواء زراعه او جراجات مثلا مظلات للسيارات او غيرها، كيف تعاملون ويا الحالات هذه؟ في الحقيقه هناك في شروط تخطيطيه خاصه بالمباني والاحياء السكنيه. مثل ما تفضلت قبل شوي، في بعض المخالفات تكون خارج حدود المسكن الشعبي نفسه، مثل العزب، عزب الحيوانات تكون ملاصقه للمباني هذه او مظلات السيارات. بالتالي قانونيا او من ضمن شروط التخطيط لا يصح للشخص المواطن بالتعدي على الملكيه العامه اللي هي تعتبر حق الطريق هذا. ليش؟ لأن في بعض الخطوط الكهربائية التي تمر في المنطقة، خطوط الكهرباء، خطوط الاتصالات، خطوط المياه، ولكل خط من هذه الخطوط ارتداد معين عن سور المنزل. ففي حال الشخص راح وبنى برع المسكن هذا ممكن يتسبب لا سمح الله في قطع التيار الكهربائي أو قطع الكيبل هذا أو خط الماء، بما قد يسبب له الضرر شخصيا والضرر لأهل المنطقة بشكل عام. زين، انتم الحين كلجنه تزور زيارات ميدانيه وتقوم بانهاء معاملات المواطنين والمستفيدين من الحمله هذه، كيف تقيمون نجاحكم لحد الان؟ يعني الحمله صارت تقريبا شهر او زود، لين الحين لين النقطه هاي اللي وصلتوها او الفتره الزمنيه اللي وصلتوها الحين، كيف تقيمون نجاحكم وانجازاتكم اللي سويتوها؟ حاليا بما ان الحمله هذه صار لها شهر تقريبا وقدامنا ان شاء الله 4 شهور، نتمنى من الاخوان المواطنين انهم يتقدمون انه بشكل اكبر. حاليا ممكن معظم اهالي المنطقه ليس لديهم فكره عن الموضوع، ففي بعض الناس متخوفين من دفع المخالفات تكون زياده على المتوقع، بس نحن نحب نطمنهم من خلال منبركم هنا واذاعه قناه تلفزيون الشارجه ان المخالفات هذه الحمله هذه هي عباره عن تصحيح للاوضاع هذه. من خلال هذه عملية التصحيح هذه راح يكون المبنى غير مخالف، المبنى راح يكون مدروس تقنيا، جماعة المفتشين والاخوان المهندسين هنا في البلدية والتخطيط راح يقومون بتشيك المبنى بما يحفظ سلامة الشخص هذا وسلامة ابنائه واهله في المنطقة هذه. دام انك ذكرت الجانب الدعائي، دعاية والاعلان وتطمين الاهالي بخصوص الحملة هذه، كيف شفت استجابتهم خصوصا اهالي المنطقة الوسطى والإمارة الشارجة بشكل عام؟ يعني كيف شفتوا استجابتهم وتعاملهم واطمئنانهم من ناحية مراجعة دائرة تخطيط المساحة وغيرها؟
حاليا في اقبال بسيط من الاهالي، ونتمنى ان شاء الله خلال الفترات القادمه ان يتم الاقبال بشكل اكبر ان شاء الله. الحملة أعفت الجمهور من المخالفات والغرامات المالية المترتبة على البناء في وقت سابق دون ترخيص، واكتفت بالرسوم الرسمية والإدارية، إضافة إلى حصولهم على 50% كنسبة تخفيض على رسوم إمدادات الكهرباء، وهو أمر قوبل بالترحيب من قبل المراجعين. أخواني وأعزائي المشاهدين، ويانا الأخ حامد عبد العزيز الطنيجي، أحد أهالي المنطقة الوسطى اللي استفادوا اليوم زاروا تخطيط المساحة وطلبوا اللجنة أن تزورهم ميدانيا وتطلع على بعض المخالفات اللي في البيت وتصحيح أوضاعها. أخوي حامد، بداية نحن بنتخبرك، يعني الحملة هذه حملة تصحيح المباني، أنت سرت لهم اليوم وطلبتهم وبديت إجراءاتك. وين سمعت بالحمله هذه؟ كيف سمعت وكيف يعني انك تقدمت لهم اساس انك تصحح وضع المباني اللي في البيت؟ والله صراحه نحن سمعنا عن الحمله هذه عبر التلفاز والاذاعه، وبعض الجماعه كانوا يوم راجعنا التخطيط المساحه شفنا البروشرات والاعلانات اللي كانوا مسوينها، جزاهم الله خير يعني ما مقصرين في الاعلانات، فقلنا بنقدم على الحمله ونصحح الأوضاع المشاكل اللي عندنا حاليا في منازلنا والزيادات اللي جدناها من غير مخالفات. انت شو نوع المعامله اللي تقدمت بها اليوم؟ شو نوع البناء او نوع الزياده اللي مسوينها في البيت؟ والله يا طويل العمر انا قد تقدمت عندهم هناك بالتصحيح، عندي بعض المباني غرف ومطابخ ومظلات، فقدمت اوراقي عندهم وما قصروا صراحه الجماعه، طرشوا لي لجنه التفتيش فينا معاهم البيت هنا وشافونا المباني والبيوت المخالفة وشو الزيادات اللي عندي موجودة في المسكن. زين، خبرنا الإجراءات هذه وتعاون الدوائر الحكومية تخطيط المساحة أو البلدية أو الكهرباء وياك، كيف لمست تعاونهم وتشجيعهم والتسهيلات اللي قدموا لكم إياها كمواطنين لتصحيح أوضاع المباني؟ لا والله ما شاء الله عليهم، يعني أنا قدمت المعاملة ما خذوا فترة طويلة، جاني اتصال منهم ان في عندنا المعامله اللي هي كشف عن المخالفات الموجوده في المنازل، فطلعت معاهم وما قصروا يعني ما كانوا معقدين المساله زياده عن اللزوم، اللهم ان بس اوراق ثبوتيه وخارطه المسكن لتقديم المعامله فقط. زين، حد من العرب يتهوبون من الحمله هذه او يسمع مثلا يقول لك فيها مخالفه او فيها ازاله او فيها شيء مشاكل، يعني يقول لك لا انا ببتعد عنها وما ب ما ب يعني ادخل في المجال هذا. نعم. كيف تشوف ان الاهالي هني يعني استفادوا من هالحمله الدعائيه وهالمبادره اللي قدمت لهم التسهيلات، استفادوا منها وتشجعوا انهم يصححون اوضاع مبانيهم؟ نعم، في البدايه صراحه كانت الناس شوي متخوفين من الموضوع، فنحن راجعنا التخطيط وراجعنا البلديه قلنا لهم موضوع المخالفات كيف بيكون، قالوا لنا لا توجد مخالفات، هذا اوضاع تصحيح لاوضاعه، وبس اللهم انها رسوم عينيه اللي هو رسوم الكشف على المنازل، فتشجعت الناس وبداوا يشتغلون فيهن، يعني بداوا انهم يقدموا طلباتهم لتصحيح اوضاعهم المنزليه. تسهيلات طيبه وتعاون مثل ما يعني نحن طلعنا انه مجانا طبعا سواء غير عن الرسوم الاداريه. نعم. وكذلك خصم 50% على بعض الخدمات. نعم. كيف انتم استفدتوا من هاي الاشياء؟ هل يعني مثلا انها مرضيه للجمهور والمستفيدين او غيره؟ لا بالعكس صراحة، هذا شيء صراحة مفيد للمستفيدين والناس والمواطنين، يعني نقصوا وايد من المخالفات تقريبا أو تكون بدون مخالفات، فشيء طيب صراحة، بادرة طيبة، نحن سعيدين بهاي البادرة ونتمنى إن شاء الله بوادرهم تكون أزيد عن كذا بعد يعني.
الحملة ركزت على أن يكون جميع المتقدمين لتصحيح أوضاع مبانيهم بمنأى عن المخالفات والغرامات التي قد تطالهم، الأمر الذي جعلهم يحرصون على سرعة التقدم بطلباتهم ومتابعتها مع الجهات المختصة، سواء أكانت دائرة التخطيط والمساحة أو البلدية أو هيئة كهرباء ومياه الشارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجنة بيتقدم المواطن في البلدية بالأوراق المطلوبة، وفي حالة عدم معرفة المكان بالنسبة لزملائنا في البلدية بيتواصلوا معنا عشان نوصل معهم للمكان من خلال المخططات. وفي الموقع المكان. نعم. وفي الحمد لله تكافل يعني وشغل متعاون مع البلدية دائم يعني طول الوقت. طيب البلدية كذلك لها جانب مهم في الجانب هذا في أو في الحملة هذه. مهندس تخبرنا أول شيء، بداية نتعرف عليك. سعيد عبد اللطيف. حياك الله مهندس سعيد. خبرنا عن مهمة عملك أنت كمهندس في البلدية ضمن اللجنة اللي تضم العديد من الدول الحكومية في الحملة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني بيجي جالنا المخالف اللي عنده مبان مخالفة بيتقدم البلدية، ونحاول نساعده على قد ما نقدر، بنطلع معاه مفتش بيطلع معاه بيقيس كل الحاجات المخالفة، ونحاول نشوف كإنشائيا صالح ولا غير صالح، وفي حالة لو شككنا في مبنى ولا حاجة بنكون لجنة تانية من مهندسين متخصصين ونشوفوا المبنى لو صالح بنبدأ نرخص المبنى ده ويدفع رسوم رمزية للبلدية. وعندنا المواعيد بتنتهي بسرعة يعني، لأن عندنا المدير علي مصبح مكرز مجهود كله في موضوع التعديل والأوضاع ومدعون بسرعة الإنهاء. مهندس محمد عمر، يعني الصعوبات اللي تواجهونها انتم لجنة على دائمة يعني لغاية الانتهاء من الحملة هذه، تواصل سواء تليفونات او انتظار في الموقع او تشيكات او اجراءات، خبرنا عن الصعوبات اللي تواجهونها انتم او يعني المواقف اللي تمر عليكم خلال تأدية عملكم في الحملة هذه. لا هو سبحان الله ان الصعوبات تكون منعدمة الا في حالة ان المالك للبيت بيكون مرتبط بدوام، فبنحاول نزلل الصعاب الى اكبر قدر يعني. مهندس سعيد، الشكاوي او الملاحظات اللي لمستوها خلال عملكم، هل في شكاوي او ملاحظات من قبل الاهالي يوصل لكم اياها انتم كمفتشين او كمهندسين ميدانيين؟ هو بالنسبه لنا عندنا ضغط شغل جامد جدا، فالاهالي متوقع ان احنا كل يوم نطلع موضوع التعديلات ده. احنا عاملين في الاسبوع حوالي 3 ايام مبدئيا بنطلع، لان في عندنا تشيكات وشغل هندسه كتير، ونحاول قدر الامكان بنسرع موضوع التعديلات ده وتصليح الاوضاع. تصحيح أوضاع مخالفات البناء في المناطق السكنية حملة من شأنها أن تعود بالنفع على قطاع المنشآت والمباني في إمارة الشارقة والمنطقة الوسطى بشكل خاص، تحمل في فحواها رسالة إلى الجمهور تحثهم فيها على أهمية اتباع الخطط التنظيمية والمعمارية المعمول بها في الإمارة. مشاهدينا، عقب ما زرنا وياكم دائرة التخطيط والمساحة في المنطقة الوسطى وتعرفنا على دورها اللي تقوم به والدوائر الحكومية الأخرى في الحملة هذه، وظهرنا كذلك في جولة ميدانية مع اللجنة، نوصل وياكم الحين لختام حلقة هالأسبوع. لما نلتقيكم في مرات جاية نقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.